بسم الله الرحمن الرحيم. باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، يقول الله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قرآن، يعني علة وجودنا في الدنيا العبادة، سبب وجودنا العبادة. العبادة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. أنت عند الله المخلوق الأول والمكرم والمفضل والمكلف والمحاسب والمعاقب. فالعبادة سبب وجودنا، يعني إنسان ميسور أرسل ابنه إلى باريس لينال الدكتوراه في إدارة الأعمال افتراضاً. هذا الشاب في هذه المدينة العملاقة، أكبر مدينة بأوروبا باريس، علة وجوده في هذه المدينة الدراسة، سبب وجوده الدراسة، غاية وجوده الدراسة. قيس عليها هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة وجودك، سبب وجودك، غاية وجودك العبادة، والعبادة طاعة للخالق، للإله، للمسير، لصاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، طاعة طوعية. حياتنا بيده، الموت بيده، الصحة بيده، المرض بيده، القوة بيده، الضعف بيده، النجاح بيده وعدم النجاح بيده. ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها، قال: لا إكراها في الدين، بل أراد أن تكون العلاقة به علاقة حب، قال تعالى: يحبهم ويحبونه. إذاً العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. فما عبد الله من أحبه ولم يطعه، وما عبد الله من أطاعه ولم يحبه. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هذه العبادة 365 يوم، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك مواسم استثنائية، منها رمضان، من الأيام يوم الجمعة. الله عز وجل استثنى أشياء كثيرة لأنه هي حالة استثنائية. فنحن الآن في شهر عبادة، أنت بإحدى عشر شهراً ممنوع تكذب، ممنوع تأكل لحم حرام، مليون ممنوع، بس بهالشهر ممنوع تأكل شيء مباح، يعني هيك للتقريب. لو واحد بشهر آب الحرارة 51 دخل للبيت بعد الظهر، بالبيت ما في أحد إطلاقاً، والمطبخ فيه كل شيء، عصير، شراب، طعام، شراب، فواكه، ما بيقدر يضع بفمه قطرة ماء، بس ما حدا شايفه. قالوا: الصوم عبادة الإخلاص،
ما بتقدر أن تضع بفمك قطرة ماء، بالبيت ما في حدا، والثلاجة فيها كل شيء. هي عبادة الإخلاص، يعني أنت تراقب الله عز وجل. إذن طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. برمضان يضاف لهذه العبادات المطبقة طوال العام عبادة استثنائية، أن تمتنع عن الطعام والشراب في هذا الشهر، طبعاً من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وامتحان الحقيقة، حضروا مثلاً مرة ثانية، أنت بالبيت الساعة واحدة وأنت عطش لدرجة لا تحتمل، بالبيت ما في أحد، وما بتقدر أن تضع بفمك قطرة ماء، تمام؟ إذاً هذا الصيام عبادة الإخلاص. لكن هناك من يعلل أنه أنت بحاجة إلى الصيام جسمك. هذا أنا أعتقد العبادة، علة العبادة أقوى، أنه صوموا تصحوا. لا تعمل العبادة تسخرها تحجمها بمصلحة دنيوية. العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك تعريف لطيفة، رمضان شهر التوبة والغفران، رمضان شهر الصلح والإذعان، رمضان شهر الطاعات والقربات، رمضان شهر إنفاق المال والزكوات، رمضان شهر الحب في الله. أنت كائن في هذا الشهر حبك لله يقتضي ألا تأكل ولا تشرب في نهار رمضان. نستقبله بالتوبة إلى الله الرؤوف الرحيم التواب الكريم. ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرح بتوبة عبده المؤمن حين يتوب. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد. لو معك سند بمئة مليون، إذا كان ضاع راحوا المئة مليون ثم وجدته. الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوالد. إذن والله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. الآن في مقولات لطيفة من أعجب الأشياء، من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، من سابع المستحيلات أن تعرف الله أصل الجمال والكمال والنوال، الذات الإلهية، خالق الأكوان، صاحب الأسماء الحسنى، مستحيل ومليار مستحيل أن تعرفه ثم لا تحبه. هلأ الثانية ما بتقل عن الأولى، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. أول أعجب العجب، من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، والثانية ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه، ومن أعجب العجب أن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. الأذان دعوة إليك، الأذان دعوة إلى الصلاة، تتصل بمن؟ بصاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، بالذات الكاملة،
أن تتصل بأصل الجمال والكمال والنوال، بأصل الحب، خالق كل شيء، رحمن رحيم، أسماؤه حسنى، صفاته علا. لذلك ومن أعجب العجب أن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. المؤذن يدعوك أن تصلي داعيه. ومن أعجب العجب أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. يعني الإنسان يعيش 60 سنة، 70، 80، 85، 110 أعلى رقم سمعته شيخ أزهار 130 عاش وبس. لذلك التعريف الجامع المانع الرائع، الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. أنت زمن، تعريف دقيق، الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. فأنت زمن، ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن، أقسم الله لك بمطلق الزمن، أقسم الله لك بمطلق الزمن، فقال والعصر. إلى الواو والقسم. لماذا أقسم لك بمطلق الزمن؟ لأنك زمن. الإنسان التعريف الجامع المانع الرائع بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. يعني افتراض، الإنسان فلان الفلاني عمره 86 سنة وثلاث أشهر وأربع أسابيع وثمان ساعات وأربع دقائق وخمسة وثلاثين ثانية، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، كل من قضت ثانية انقضت ثانية من حياته. فأنت زمن. لذلك أقسم الله لك بمطلق الزمن، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. لما يا رب نحن خسرانين؟ قال قبل أن تكون صالح أو طالح، مستقيم أو متفلت، مضي الزمن يلغي وجودك. مضي الزمن، يعني هذا كلام دقيق جداً. أنت زمن، أنت بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك، فأنت خاسر. لماذا يا رب؟ لأنه مضي الزمن وحده يستهلكه بس. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إله، كلام خالق الأكوان. لماذا خاسر؟ لأنه مضي الزمن وحده يستهلكه. إلا يا الله، رحمة الله في إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سماها الإمام الشافعي أركان النجاة. أنت خاسر قطعاً، عفواً، إنسان بيكون أيام بأعلى منصب بيموت، بأعلى دخل بيموت، بأعلى مكان بيموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يعني بعرف شخص ميسور جدا جدا ميسور، وابنه صديقي الحميم، فلما توفي أنا شاركت بالجنازة وكنت قريب من القبر، فتحوا القبر، وضعوا الميت، فتحوا القماش عن وجهه، داروا نحو القبلة، والفتحة تقريباً هيك، البلاطة أقل بخمسة سنتي، خمسة بخمسة،
فلما وضعوا البلاطة أهالوا التراب، يمكن نزل فوقه شيء خمس كيليات تراب. وين البيت الفخم؟ وين التريات الرشانج؟ وين السجاد الإيراني؟ كل الأجهزة درجة أولى، والمساحة 450 متر، وبأعلى بأرقى حي، هذا وينه؟ الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وسامة الوسيم، دمامة الدميم، صحة الصحيح، مرض المريض، الموت ينهي كل شيء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله أيها الإخوة، ما وجدت أعقل ولا أذكى من أعد لهذا اليوم الموت عدته في أعمال صالحة. صدق ولا أبالغ، عندي خمس صور لعلماء كبار وافتهم المنية، والله يضحكون، يضحكون يعني الضحك يستنبط، لا صارخ، رأى مقامه في الجنة. الموت ينهي كل شيء. يعني أنا أقول التفكر بالموت جزء من الدين. قاعد ببيتك ما شاء الله، الأمتار 450 ممتاز، الأساس درجة أولى، المطبخ عصري، هذا البيت أنا شو بسميه؟ المثوى المؤقت، مثواه الأخير بالقبر، كبير صغير، غني فقير، بمنصب رفيع بمنصب عادي، بأي وضع، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. والله أيها الإخوة، محبة أخ لأخ، دقق في موضوع الموت. مو تشاؤم، اتزوج واشتري بيت وعمل نزهة كله مسموح به، بس الموت أخطر حدث بحياتك، مغادرة الدنيا من بيت أو من قصر أو من فيلا أو من بيت صغير إلى قبر. الحدث هذا يمكن أخطر حدث بحياتك. مرحوم صار، يعني له وجود قوي، انتهى. يعني مثلاً عنده أشياء ما حدا بيمسكها إطلاقاً، بعد ما مات فتحوا الدرج تبعه وأخذوا كل شيء، واشتروا وأخذوا السيارات وباعوها. كل مخلوق يموت، والله لا أبالغ، منتهى الذكاء والنجاح والفلاح إدخال الموت بحسابك. ولحكمة بالغة، الإنسان يموت بالـ15، بالـ20، بالـ25، الموت ما حدا يعرفه متى. إذاً من أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه، من أعجب العجب أن تسمع نادي داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، من أعجب العجب أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، من أعجب العجب أن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض إلى غضبه. يعني ترى ببيتنا الحياة في معاصي، في شاشة مفتوحة، في سهرة مختلطة، في دخل مشبوه، وأنت حي ما دام هناك قلب ينبض تتلافى كل الأغلاط. والله باب التوبة مفتوح، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. راجع هيك مراجعة بدخلك، بإنفاقك، في سهراتك، في سهرات مختلطة، ما بيقول يعني الواقع مختلطة، هي غير زوجتك أجمل بكثير، ما أمت عينك منها طول السهرة. ما عندنا كبائر هيك، خذ أنت بأي مدينة إسلامية، عمان، دمشق مثلاً، اسطنبول، خذ هيك 1000 متر، 2000 متر، ما في بيت فيه خمر، ولا بيت فيه زنا، ولا في بيت في قتل. شوفي، في شاشة مفتوحة،
في سهرة مختلطة، في دخل في شبهة، كاتب مواصفات مو صحيحة. أخواننا الكرام، للمعصية في مليون طريق. في مادة اسمها بنزوات الصوديوم توضع في الأغذية المعلبة، قانون عام مسموح 3 بالألف، بيحطها 3%، السرطان مرتفع 10 أضعاف. مادة مسرطنة هي، مسموح 3 بالألف. فلما إنسان ما بينتبه، ما بيهمه صحة الناس، بيهمه بقاء هالمادة الغذائية سليمة، بيرفع النسبة. الله موجود، الله يعلم. لما أنت ترى الله معك دائما، ترى الله معك يراقبك، تستقيم. وإذا استقمت، اسمعوا الجواب، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا. والله لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن، أما الآخر فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. يعني إنسان يحكم أكبر دولة بالعالم، الله يقذف في قلبه الخوف، وإنسان مؤمن بسيط ضارب آلة كاتبة، ما دام مؤمن يزرع في قلبه الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بماذا؟ سمعوني، أولئك هم المؤمنون. أخواننا الكرام، قضية خطيرة، قضية أبد، جنة للأبد ونار للأبد، شيء خطير. الأبد كم سنة؟ ما بعرف، 1000 سنة؟ لا، 100 ألف؟ لا، 1000000000؟ لا، 100 مليون؟ لا، 1000000000؟ لا، يعني واحد بالأرض. دقيق، عفواً، واحد هون هلأ وصفار للعمود، شو الرقم هذا؟ لا، العمود الثاني، لا، للمدخل، لا، لآخر الشارع. واحد بالأرض وصفار للشمس 156 مليون كيلومتر، مو كل كيلومتر صفر، كل ميل دي صفر. ما هذا الرقم؟ اسأل علماء الرياضيات. إذا نسب هذا الرقم لللانهاية صفر، واضح؟ صفر. اللانهاية شيء بخوف، خالدين فيها أبدا، والله شيء لا يحتمل، خالدين فيها أبدا. معقول مشان 60-70 سنة ترتكب معاصي وآثام وتخسر الله عز وجل، تخسر الآخرة؟ ما في إنسان أحمق ولا أغبى ممن لم يدخل ربه في حسابه. هي ما ترضي الله، الصفقة لا ترضي الله، في مواد مسرطنة، السهرة ما ترضي الله، الحرفة لا ترضي الله، بلاغة. يعني قال لي مرة واحد، هو خياط، يعني عفواً ألبسة نسائية، قال لي هذا تبع باريس المصمم الأزياء، إذا قصروا من قصر الثياب، ضيقوا من ضيقها، حطوا شقة بحط شقة. هذاك المتحكم بالعالم الإسلامي كله، واحد كافر حقير يتحكم بثياب زوجاتنا كلياتنا، هذا النوع من التخلف هذا. مرة هيك كنت ببلد، بعتقد إيطاليا، لقيت في حي، يعني في لغة عربية، كاتبين ملابس حلال. ملابس حلال يعني ثياب سابغة، ما في ثياب متفلتة. فأنت إنسان الأول عند الله عز وجل، مخلوق للجنة، وما قال لك لا تأكل، مسموح لك أن تفعل كل شيء مباح. معقول أن أعصي؟ معقول أنسى خالق الأكوان؟ فلذلك المؤمن يراقب ربه دائما. إذا من أعجب العجب
أن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس في طاعته. يعني الإنسان يفكر، أكلنا شربنا نمنا، استيقظنا أكلنا شربنا نمنا، هذه الحياة. فكر شي يوم، لماذا خلقت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. اللذة غير السعادة يا أخوان، اللذة حسية، اللذة حسية، واللذة تحتاج إلى أربع شروط: الصحة والمال والوقت. بالبداية صحة في، وقت في، مال ما في بالبداية. بالوسط في مال وفي صحة بس ما في وقت. بالنهاية في وقت وفي صحة وفي مال بس ما في صحة. هيك الحياة. تلاقي واحد بعد نجاح مذهل عنده حاجات كثيرة جدا سلبية في حياته، أكله خاص ولازم ما يمشي أو يمشي. فالإنسان والله بعرف يعني عالم جليل عندنا بسوريا عاش 97 سنة بدر الدين الحسني، كان إذا رأى شابا يقول له: يا بني أنت كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. علم 80 سنة، صحته عالية جدا. يسأل: سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. كلامي دقيق. لي صديق حميم زرته بالعيد، فتح لي والده، قلت له: أخ محمد موجود؟ قال: لا والله يا عمو. قلت له: سلم عليه. قال: بيطلع لنا منك شيء 10 دقائق، هيك حب أنه أدخل للبيت. دخلت، قال لي: يا عمو أنا عمري 95 سنة، عملنا امبارح تحليل كامل طلع كله طبيعي، كله طبيعي، 95 سنة. قال لي: بس حقول لك الكلمة، أنا ما بعرف الحرام إطلاقا، لا حرام المال ولا حرام النساء. أنا والله أبشركم جميعا، هذا ماشي صح مع الله، لك خريف عمر رائع جدا. في علماء كثر ما فقد ذاكرته بأعلى درجة من الصحة. إن أردت أن تعمر عمر مديد في طاعة الله اتق الله. يعني بس كلمة دقيقة، أدخل الآخرة في حساباتك. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. حط مادة مسرطنة وتنفذ ما بتنفذ، تعمل عمل ما يرضي الله وتنفذ ما بتنفذ. ما دام في مساءلة في استقامة. أنت إذا كان إنسان بيسألك، يعني عفوا لا تبعد هيك، راكب سيارتك هون بعمان والإشارة حمراء، ليش بتوقف؟ بدي جواب إيديولوجي. بتوقف إنه واضع القانون، وزير الداخلية علمه يطولك من خلال هذا الشرطي، أو علمه يطولك من خلال هذه الكاميرا. ما دام هو علمه يطولك ما بيكفي، وقدرته تطولك، بيعطيك منع قيادة سنة بكاملها أو 5000 غرامة كبيرة. ما دام علمه يطولك وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. اسمع القرآن: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، نقطتين، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. واضحة تمام؟
يعني علمه يطولك وقدرته تطولك، كيف تعصي؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك العمل في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أرجو الله عز وجل أن يحفظ إيمانكم جميعا، وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم واستقرار هذه البلاد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.